السلام عليكم أعزائي عشاق التكنولوجيا والإبداع، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي هو حول مستشعر الموجات فوق الصوتية والتحكم فيها بلوحة الأردوينو. تعتبر أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية عنصر أساسي في مجالات الروبوتيك، ويمكن استعمالها في مشاريع إلكترونية مختلفة نظرا لقدرتها على قياس المسافات دون تلامس. ومن بين أكثر أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية شيوعا هو مستشعر HCSR04، ويقدم هذا الجهاز استشعار ممتاز للمسافات بتكلفة منخفضة جدا، وهو متوفر بشكل واسع ويمكن من قياس مسافات من سنتيمترين إلى 400 سنتيمتر بدقة تصل إلى 3 مليمترات، مما يجعله مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات. الآن سنتعرف على طريقة عمل جهاز الاستشعار بالموجات فوق الصوتية. فهو يعمل عن طريق إرسال موجة فوق صوتية بتردد أعلى مما يمكن للإنسان سماعه إلى جسم ما، ثم الاستماع لصدى تلك الموجة، ومن خلال حساب الوقت بين الإرسال والاستقبال يمكن تحديد المسافة. عادة ما يتكون الجهاز من مكونين رئيسيين، مرسل ومستقبل. هذا هو المرسل ثم المستقبل. فأولا يتم انتقال الموجات الصوتية بحيث يصدر الجانب المرسل من الجهاز نبضة صوتية، وهي موجة صوتية بتردد يكون عموما فوق نطاق السمع البشري حوالي 40 كيلو هيرتز، الإشارة الزرقاء. ثم بعد ذلك انعكاس الموجات الصوتية، فعندما تصطدم هذه الموجات بحاجز ما أو بجسم ترتد مرة أخرى نحو الجهاز، ويشار غالبا إلى هذه الإشارة المعادة بالصدى، ثم استقبال هذا الصدى بحيث يقوم جزء المستقبل في الجهاز بكشف هذا الصدى من خلال تحديد الوقت بدقة الذي يستغرقه الصدى للعودة، وحساب المسافة. عادة ما يتم بقياس الفترة الزمنية بين لحظة إصدار الموجة الصوتية ولحظة استقبال الصدى باستخدام الصيغة. المسافة تساوي الزمن في سرعة الصوت مقسوم على 2. يستخدم معامل القسمة 1/2، لأن الموجة الصوتية تسافر إلى الجسم، هي تسافر أولا ثم تعود إلى الجهاز، وبالتالي تغطي المسافة مرتين كما ترون، تسافر ثم تعود، وهكذا لدينا المسافة مضروبة في 2، وبالتالي نقوم بالقسمة على 2 لنحصل على المسافة في اتجاه واحد. مع العلم أن سرعة الصوت في الهواء 340 متر على الثانية، وهذا في الظروف العادية القياسية. الآن سنستخدم لوحة الأردوينو لقياس المسافة. سنقوم بربط المستشعر مع لوحة الأردوينو كما هو مبين في الصورة. الآن قمت بإعداد هذا السيتاب، فكما ترون لدي هنا المستشعر، ثم لدي هنا الأردوينو أو لوحة مطابقة للوحة الأردوينو. فقمت بتوصيل اللوحة بالمستشعر كما هو مبين في المخطط هنا، الجراوند مع الجراوند والفي سي سي مع الخمسة فولت من اللوحة، ثم تريك مع البين رقم 9 في اللوحة، وإيشو في البين رقم 10 على اللوحة. سأقوم الآن ببرمجة لوحة التحكم لقياس المسافات عن طريق استعمال المستشعر. هنا قمت بتعريف البين رقم 9 تريك بين، الذي من خلاله سنبعث الإشارة لبعث الموجة فوق الصوتية، ثم البين رقم 10 إيشو بين ليكون مستقبلا للإشارة التي تأتي من خلال الصدى. ثم لدينا في دالة السيتاب قمنا بتعريف التريك بين ليكون مخرج أوتبوت، ثم الإيشو بين ليكون مدخل إنبوت، ثم قمنا بتفعيل السيريال كوميونيكيشن بحيث يمكننا استقبال المعلومات عن طريق USB بورت. ثم في دالة اللوب التي تعاد باستمرار قمنا بتعريف هذين المتغيرين duration و distance من نوع long، ثم قمنا من خلال هذه الدالة بضبط البين رقم 9 تريك بين ليكون اللو يعني 0 فولت، ثم انتظرنا 2 مايكرو سيكوند، ثم بعد ذلك قمنا بضبطه على هاي يعني 5 فولت، وانتظرنا لمدة
10 ميكرو سكون، ثم بعد ذلك قمنا بضبطه على اللو، حيث ضمننا من خلال هذه الأسطر بعت الإشارة لبعت الموجة فوق الصوتية. ثم هنا قمنا بحساب المدة الزمنية duration من خلال هذه الدالة pulse in، وهذه الدالة تقيس طول النبضة الواردة والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى مسافة باستخدام سرعة الصوت، حيث المسافة تساوي هذه المدة مضروبة في سرعة الصوت مقسومة على 2، وهكذا سنحصل على المسافة بالسنتيمتر. ثم سنقوم بقراءة هذه المسافة وننتظر كل مرة ثانية. سأقوم الآن بتحميل هذا البرنامج على اللوحة، فبعد تحميل البرنامج سأقوم بفتح السيريال مونيتور وهكذا ترون قيم المسافة التي يقرأها المستشعر، فهذا هو المستشعر مثبت هنا. قمت باستعمال هذه المسطرة لقياس المسافة والتأكد منها، وسأستعمل هذه اللوحة. كما ترون اللوحة تبعد الآن بمسافة 4 سنتيمترات، سأقوم بإزاحتها وكما سترون ستتغير قيمة القياس. الآن تقريبا 8 سنتيمترات. سأقوم الآن بتوصيل شاشة عرض مع لوحة تحكم لقياس المسافة، فعرض قياسات المسافة من جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية على شاشة LCD سيعزز سهولة الاستخدام، وهكذا لن نحتاج للحاسوب مرة أخرى. يمكننا قراءة القيم انطلاقا من الشاشة مباشرة، فهكذا سنحتاج إضافة إلى لوحة التحكم والمستشعر إلى شاشة LCD مع محول S2C، هذا المحول الذي سيضاف إلى الشاشة، وهكذا سنسهل عملية التوصيل بلوحة التحكم. لقد قمت الآن بإعداد هذا السيتاب لقياس المسافة وعرضها على هذه الشاشة، فكما ترون لدينا المستشعر ثم لوحة التحكم ثم الشاشة وهذا المحول التسلسلي لS2C. سأقوم الآن ببرمجة لوحة التحكم، وهذا هو البرنامج. سنحتاج إلى هذه المكتبة Liquid Crystal S2C التي ستسهل علينا عملية التواصل ببروتوكول S2C مع الشاشة. ثم لدينا هذه المكتبة New Ping التي ستسهل علينا التعامل مع مستشعر الموجات فوق الصوتية. ثم سنعرف هذا البين 9 ليكون تريجر بين، والبين 10 ليكون إيشو بين. ثم سنعرف مسافة كأقصى حد، ثم سنقوم هنا بإعداد الشاشة ليكويد كريستال S2C من خلال هذه الدالة، ثم سنقوم بإعداد المستشعر من خلال هذه، ثم بعد ذلك في دالة السيتاب سنقوم بتهيئ الشاشة من خلال هذه الأوامر. هنا سنقوم بكتابة كلمة ديستانس، وفي دالة اللوب التي تعاد باستمرار سننتظر 50 ملي سكوند، ثم في هذا المتغير إن ديستانس سنقوم بحفظ القيمة التي يقيسها المستشعر، ثم في الـ LCD سنحاول عرض هذه القيمة حيث سنغير مكان الكتابة، ثم سنقوم بفحص هذه القيمة، فإذا كانت أكبر من الصفر سنقوم بكتابتها من خلال LCD print، ثم بعد ذلك سنكتب سنتيمتر كوحدة قياس. في حالة أن هذه المسافة أقل من الصفر فسنكتب LCD print out of range، وهكذا سيعاد البرنامج مرة أخرى من الرقم 19. سأقوم الآن بتحميله على اللوحة، فكما ترون الشاشة صارت تظهر قيم. سأحاول الآن تغيير المسافة بين المستشعر واللوحة. فكما تلاحظون قيم القياس يمكن عرضها على الشاشة، وعند تغيير المسافة بين المستشعر واللوحة تتغير قيمة القياس.
وهكذا نصل إلى نهاية الفيديو اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم منه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتبقوا على تواصل دائم مع كل جديد، وشاركونا أفكاركم واستفساراتكم في التعليقات. وحتى لقاء قادم، دمتم بإبداع واستكشاف.